اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من العاب الاطفال. هنلعب النهارده مع بعض بالصلصال، وهنعمل فستان جميل جدا للاميره مريده. شايفين قد ايه شكلها جميل قوي، وبجد شعرها لونه تحفه، وفستانها شيك جدا، وعليه كمان شرايط ذهبيه. كان جاي مع مريده اغراض تانية كتير قوي عشان تقدروا تعملوا لها فساتين وتغيروا لها في الهدوم بتاعتها. بس انا المره دي مش هستخدم الصلصال اللي كان جاي معاها، وهستخدم صلصال مختلف. هو الصلصال اللي انتوا شايفينه ده باللون الزيتي، وفي كمان قطع من الجليتر. هوريكم الادوات اللي كانت جايه مع مريده، وهي عباره عن فورمه علشان تشكلوا عليها الفستان بتاعها، وكمان قطاعه واشكال تانيه كتيره قوي عشان تزينوا الفستان. ودوت الصلصال اللي كان جاي معاها لونه فضي، وكمان القطعة دي علشان تنقشوا بيها على الفستان، بتدي شكل حلو جدا. يلا بينا نبدأ ونعمل فستان لمريدة. دلوقتي هي جاهزة، وهستخدم الصلصال الأخضر، متأكدة بجد ان شكله هيبقى تحفة على لون شعرها. انا هستخدم ايدي في الموضوع، مش هستخدم اي اداة من اللي وريتها لكم دي، لان شوية الصلصال دوت بيلزق، فمش عاوزة اللي هو يحيرني، فحاول ان انا اشكله بنفسي. مش هستخدم اي فورمة، هفرده كويس جدا، وبعدين هبدأ اقطعه بس بالقطاعة واشكله زي ما انا عاوزة. الصلصال دوت فيه ميزة جميلة قوي، ان هو لما بيتفرد قوي بيبدأ يبقى شفاف كده، فتخلوا بالكم كمان ما تخففوهوش قوي علشان ما يتقطعش منكم. دلوقتي هفصل الجزء العلوي من الفستان، تمام كده. ودلوقتي هبدأ أفصل الجزء ده عن بقية الصلصال. هو شوية هيبقى صعب التحكم فيه، لأن الصلصال دوت مختلف عن الصلصال العادي. عادي مفيش مشكلة، ما تتضايقوش لما يعمل كده معاكم، بس أنا المفروض كنت أفصله أكتر من كده بالسكينة. هنظبط كل الكلام دوت لما نحط الصلصال على جسمها. هحاول اعدل شكله تاني. ودلوقتي مريدة جاهزة، انا عاوزة الجزء الذهبي دوت يبقى باين كده، بجد شكله شيك قوي. هغطي بس الفستان اللي تحت، وتقدروا بقى تتحكموا فيه براحتكم جدا لانه طري قوي، وتفردوه تاني كده. وطبعا الفستان دوت انا هعمله من قدام بس، مش هلفها كلها بالصلصال. تمام كده. ودلوقتي هبدأ ان انا اعمل الجزء السفلي او الجيبة بتاعت الفستان. نفس الخطوة اللي فاتت، هفرد برضو القطعة بس المرة دي اكبر شوية، واحاول ان انا افصلها كويس جدا بالقطاعة علشان ما تتعبنيش وانا بفصلها عن بقية الصلصال.
تمام كده هبدأ اخد المساحة اللي انا محتاجاها. ولازم تفصلوا الصلصال كويس جدا. ده علشان ما يشبكش في بعضه. شايفين هنا ازاي شبك مع بعضه لاني نسيت القطعة دي. وكده الجيبة جاهزة. بنفس الطريقة برضو هحاول اغطي جسمها شوية. الجيبة جت ضيقة من الجزء ده للأسف، المفروض كانت تبقى اعرض من كده. هحاول برضو ان انا اتصرف. وطبعا مفيش ظهر، هو بس الجزء الامامي للفستان. شوية هتبقى عاملة زي عروسة البحر لان الفستان ماسك جدا. وتخلوا بالكوا كويس جدا من شعر العروسة علشان الصلصال دوت لما بيلزق في حاجة بيبقى صعب جدا انه يتشال. شايفين ازاي؟ ممكن برضو تاخدوا جزء اكبر من الصلصال وتبدأوا توزعوه في الاجزاء دي، مفيش مشكلة مش هيبان. هحاول ان انا اخلطه مع الجزء الاولاني. طبعا انتوا بقى لما تيجوا تلعبوا بنفسكم هتقدروا بقى تعملوا اشكال كتيرة جدا احسن من كده، وتقدروا تكملوا كمان بقية الفستان بتاعها. انا بس بوريكم نموذج وتقدروا منه بقى تبدأوا زي ما انتوا حابين. وده شكلها، بس طبعا لازم اعمل لها اشكال على الفستان. ممكن مثلا نختار الفيونكة. هيبقى شكلها حلو جدا. شايفين قد ايه جميلة؟ كمان ممكن نعمل اشكال تانية كتيرة جدا. ممكن مثلا الشكل ده برضو شوية عامل زي الكواكا. هحطه هنا. شايفين؟ بتهيالي يا روبي دي وردة. دي وردة فعلا. برضو هعمل نفس الشكل وحطه الناحية التانية لاني عاوزة ارجع تاني الحزام الذهبي اللي كانت لابساه. هحطه هنا على الفستان ده، هيبقى شكله حلو جدا. عشان كده هحط الرسومات على الجنبين بس. تمام كده. بفكر برضو اعمل رسومات تانية او اشكال تانية. ممكن اعمل الشكل ده برضو، بتهيألي ايوه دوت فعلا هيبقى شكل حلو قوي.
وبرضه هعمل منه شكل تاني على الناحية التانية. والناحية التانية برضو. ودلوقتي خلصت الرسومات اللي على الفستان، هحط الحزام دلوقتي. متأكدة بجد ان شكله هيبقى حلو جدا، لان اللون الذهبي مع الزيتي بيبقى تحفة. مع انها بجد مش محتاجة حاجة تاني كده، بس بتهيألي الحزام هيبقى شكله حلو جدا مع العقد اللي في النص الذهبي. وطبعا زي ما قلتلكوا انا مش مكملة الفستان كله، اللون كمان تحفة جدا مع شعرها، اللون الزيتي جميل جدا مع لون شعرها. هركب الحزام لاني متأكدة انه هيعمل شكل تحفة. وكده ده الشكل النهائي بتاع الاميرة. اتمنى بجد ان الابتكار النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو، ما تنسوش كمان تعملوا الشير والسبسكرايب. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.